يقال التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، هذه المقولة يطبقها أبناء لحج ولكن في الألعاب القتالية. نتابع. تشهد العديد من أندية لحج إقبالاً كبيراً من قبل الأطفال للتدريب ولعب الألعاب القتالية مثل الجودو، الكاراتيه والتايكوندو، وهي ظاهرة صحية تساهم في تكوين قاعدة أساسية للأندية في هذه الألعاب. هناك إقبال كبير من ناحية الأطفال في اللعبة هذه، في الألعاب الأخرى مثل الملاكمة، مثل التايكوندو، مثل الكاراتيه، مثل برضو معانا الحديد الأثقال والجودو بالذات، إقبال كبير بشكل عام. إقبال الكبير للأطفال داخل في لعبة الجودو، وهناك كمان لعبة الكاراتيه ولعبة الكونغ فو، إقبال كبير في جميع الأندية، ولكن بالأخص عندنا نحن الأكثر هي لإقبال هؤلاء الأطفال. في مستقبل بعد هذا الإقبال في كذا، في تحس يعني إن في رياضة داخل المحافظة. ما تشوف يعني الإقبال على الأطفال خاصة في نادي الطليعة، تشوف يعني المحافظة يعني في رياضة، تحس في إقبال، في رياضة، في من جميع الحاجات يعني. تعد الألعاب القتالية من الألعاب المحببة للأطفال التي تخلق فيهم الصبر والقوة والقدرة على التحمل، بالإضافة إلى تعلم المهارات المختلفة للدفاع عن النفس، وهي ترجمة عملية لمقولة العقل السليم في الجسم السليم. إقبال الأطفال على الرياضة هذه فهي ظاهرة صحية جدا، من ناحية تنشيط الدماغ والخلايا الدماغية، ومن ناحية يعني لياقة، من ناحية صحة الطفل نفسه. من ناحية الأطفال إقبال غير عادي يعني تلاقي الأطفال أزيدهم في نادي الطليعة إقبال، بلعبة الجودة، بلعبة حامل الأثقال، بلعبة يعني التنس، بلعبة عدة ألعاب، إقبال زايد على نادي الطليعة. في أندية في إقبال، بس مش كمان نادي الطليعة في إقبال، بس إمكانيات ماشي. نحن نواجه إقبال كبير جدا من ناحية الأطفال، إقبال الأطفال على هذه اللعبة، الجودو، مثل الملاكمة، مثل الكاراتيه، مثل الحديد هذا حمل الأثقال، لكن نواجه صعوبة في الإمكانيات، في إمكانيات النادي. لهذا نتمنى أن التوفير هذه الإمكانيات من ناحية بدلات، التوفير الأساسيات لهذه الأنشطة الرياضية. تحتضن هؤلاء الأطفال صالة صغيرة لا تتسع سوى لعدد قليل منهم، إضافة إلى عدم توفر الملابس الخاصة بتلك الألعاب مثل البساط والإمكانيات الأخرى، بما يساهم في خلق الأجواء التي تساعدهم على التدريب بالشكل الصحيح.